أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام زمان. إحنا اليوم في قرية خرسة، هذه القرية التي تعود إلى دورة من عائلات دورة، وهي قرية معروفة بالنخوة والأصالة، أم الشهداء والأسرى، أم البواسل، أم النخوة، أم العونة. خلينا نحكي عن أيام زمان مع الحجات والحج. الحج أم محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ياسر أبو رائد، تحياتي. أهلا وسهلا بكم في خرسة الصامدة المناضلة، خرسة التي كانت قديما تصدر البندورة إلى العراق، إلى الكويت، إلى دول الخليج، إلى الأردن. أهلا وسهلا بكم في خرسة، خرسة التي تعد من أفضل قرى دورة وقرى الخليل بشكل عام، لتوسطها في موقع قريب على مدينة الخليل وعلى بلدة دورة. أما بالنسبة إلى حلقتنا هذه، إن شاء الله نشكر قناة الحقيقة الدولية التي أتاحت لنا هذه الفرصة للتحدث وإلى نقل أخبار الأهل في الضفة الغربية وفي فلسطين وفي أيام زمان إلى إخوان المشاهدين في الأردن وفي كافة أنحاء الوطن العربي والعالم بشكل عام. أهلا وسهلا بكم، حياك الله. نبدأ من عندك. تفضل يا حبيبي. أنت ابن أم ياسر برضاعة. نعم صحيح. احكي لنا وبعدها هي بتحكي عن الموضوع. الحاجة أم ياسر، خلينا بالفلاح يخرب. الحاجة أم ياسر هذه جارتنا. كانت في قرية اسمها البرج. وكانت الوالدة والدتي رحمها الله تعالى تروح على الحصيدة، يعني حصيدة القمح والشعير الكرسان والعدس، أو تروح تعبي مي من بيار اسمها بيارة البرج. وأنا كنت صغير يعني أرضع في ذاك الوقت. فكانت تتركني عند أمي الحجة أم ياسر. وكان لحسن الحظ يعني أنا وابنها ياسر تقريبا نفس الجيل. نعم في نفس الجيل. وكانت ترضعني يوم ما أقعد صيح ترضعني، فهي الآن أمي وأنا أقدرها وأجلها وأحترمها. في تظاور بعدك حافظ للموضوع هذا؟ يا سلام يا سلام. الحجي أم ياسر كل عيد بطلع أزورها وأبوس على إيدك. طبعا بدك تبوس على إيد أمك. نعم أمي، أمي نعم، وأبنائها أخواني. نعم. وبنات أخواتي وكلهم يحترموني وأنا أحترمهم. بيعرفوا هم إنه بيعرفوا. نعم إنك بيعرفوا. أخوهم بالرضاعة. بيعرفوا بيعرفوا نعم. وإحنا يعني لحسن الحظ كمان مرة كنا في البرج جيران، والآن في خرسة كمان جيران. وكنا تقريبا كأننا عايشين في بيت واحد. نعم. الجميع يعرف بأني رضعت من الحجي أم ياسر جزاها الله خيرا، وما قصرت معي لا في القديم ولا في الحديث. طيب خلينا ننتقل لم ياسر، وكيف كنت تشوفيه بتصيح تحني عليه؟ احنا جيران. وأنا ماليش إلا ولد. كان ماليش ذاك الوقت إلا ولد. وأم وهم إلهم حلال وإلهم غنم إلهم فلحة. ما مالناش. أمه ترميه وتروح تحلب. أشفق عليه بيسبح ويصيح. أشفق عليه وأحطه في حضني وأنيمه وأرفعه وأدبش عليه وينام. هذا كاين يوكل حصة ياسر. البركة بقت فينا جماعة. الله يطرح البركة فيك. لأننا بقينا ناكل خبز شعير. لكن الحليب كثير. نعم. وأرض ونايمه ويظل نايم تنها توفي شغلها بتيجي توفي. ينام شبعان. ينام شبعان. يوم أنها تيجي تحمله وترم. نعم. وظليتوا على اتصال مع بعض؟ عند بعضنا احنا، دورنا قربات لبعضنا. عند بعضنا. وحنا من غرب، أجونا اليهود واحتلوا أرضنا واخذوا زرعنا. وهذا الغربال تشربال كنا نشربلبو. والغربال نغربلبو ونطحن على الرحاب. على الرحاب نصفوا الببور. ما خلناش ببور نطحن. انتم من عموريا؟ احنا من البرج. من البرج. بس البرج بعد ناسها فيها. فيها ناس. وعشنا قعدنا لما احتلونا الاحتلال اليهود، واحنا في هانت الهامي.
تعتلون الاحتلال عقبان اخذوا التالي فلسطين ان سوت اليهود شغل والعالم صارت تشتغل وعاشت. وصلنا نحصد ونغربل ونجرش وعند بعضنا كنا كليتنا. واهلي انا كان لهم جامع فيه 200 زلمة. والمئتين زلمة يقول عليهم زلمة. نعم. واتبر حمولي في خربة البرج. وسووا شو اسم هالحمولي؟ الحمولي اسمهم المشارقة. لهم جامع. والجامع يقسموا الدور على الزلام الموجودين كلهم. في العزايم. عليه دور. يجيب الحطب ويجيب المية ويسوي القهوة ويدق القهوة ويسقي المحلية. واللي عليه القروة لكل يقبى مخلف الطقة مخلفة على الحمولة كل. اللي عليه الدور يوم قبل يجي الضيف يقبى محضر 3-4 دبايق. نعم. يوم يجي الضيف يذبح ويعشي الجامع باللي فيه. لما اجونا اليهود وخشوا علينا اليهود الناس شلتنا صاروا يكتلوا فينا عن جنب عشان ارضنا كلها اخذوها اليهود. ابوي له ولد واحد. ابوي حمل اخوي وشرد فيه على الاردن. خاف يطيع الزرع وينكتل. لانه في سنه يتكتل منا 15 زلمه. يا سلام. على الزرع. هم يطيحوا يسرقوا لاولادهم زرع مشان ياكلوا. وشرد فيه. ظل قاعد في الكرك 40 سنه. بعد الأربعين سنة أجى على عمار. ابنه إن شاء الله ربنا بطعم كل مشتهي. سوى 17 أولاد ابنه. 10 أولاد صلاة النبي هالكيتي 10 دور. وبنات 7 دور. وعد شو خلفهم وشو قدس. أنت ظليتي هون. أنا ظليت لحالي. لا أخت ولا أخو ولا واحد. بس مع دار أهلك يعني. مع عيلتي. مع عيلتي. مع عيلتي. ظليت أنا لحالي. أنت كنت داي. احكي لنا عن الداي. انا كل الداي. انا اتدربت في الكارنتينا. وجاني كتاب من مصر. اي سنه؟ والله ما بدري انا لا بقرا ولا هذا قبل 48. زمان هذا ب 40 عام اكثر. اكثر. وكنت داي ولد هالنسوان. والله لله تعالى اتصرهم لله تعالى. ايش يعطيني ايش بسيط وايش ما يعطيش. وكم يوم تقومي في البنت اللي تولد المراه؟ كنا نولدها بالمثل يوم نرجع عليها ثاني يوم. ونظل ليوم الاحد. يوم الاحد معنا خرز كباس نحطه في المي ونحمم الطفل وتملحيه ونملحه ونزبطه ونحطه. ساعه ما تقلب أوذن في ذنن الولد. وألفعه. وثالث يوم أغسله مي وملح واحد وخلص ما يرجع. طب مين اللي غسله بمي وملح لبرائل؟ هذا غسلته وحدي من شو هي هذي يا حج؟ هو صاحي؟ بنت عمير. الحج ام محمد. خلينا نروح عند ام محمد. بنرجع لكم. بنرجع لكم. ماشي. بدنا نحكي عن ايام زمان وانت كنت ساكنه في المغاره. في المغاره. انا ساكن في المغاره. شاري كبير. واحنا 4 واخونا 5 وامنا ما الناس الا هو. في المغاره. ولا انا ساكنين في المغاره. راح ابوي مات. سيبنا ربتنا امي كانت امرنا صارت تتجوز فينا واحد واحد. ظل الولد قرت الولد وعندها بين الزاد ظلت تقري في الولد تنو مات الولد. نجح وسوى سادس يوم عرسه مات. قلبت في سياره عرسه روح اسبوع العرس وما خلفش. لا لا رحمه الله عليه. ما فيش الا تجوزتنا امنا والله خدي ودعيت كذلك. واحنا سنتان منا ماتين وسنتان منا ضلين. يا لطيف. شايفتي. وطلعتوا من المغاره بعدها. راحت. بعناها بيع زاد من مره ما ظل الناس حدا. ما ظلش حدا. لا. انو اللي ورث ابوكي؟ ان اولاد اخو. تورثوا ورثه ابوي. اعطونا شيء واخذوا شيء. من ام ثانيه. من ام ثانيه. هذيك امهم الاولي واحنا امنا العقبه. خلفت هذيك ولد ما امي ولد امي ابنها مات بلد الريجه.
هذيك جاب ابنها 5 اولاد ومات لقي مات لقي وراح خلى اولاده. بدنا نحكي عن هذا اللي لابستيه انت. عرقيه هذا. شو هي؟ عرقيه هذا. عرقيه. نتفرج عليها شو هي؟ شهجي. نتفرج عليها نشوفها. هذه هذا ذهب. بس هذه يقول لهم المحنكي هذه المحنكي. مشان تقبض العرقية. مشان تقبض اللي فوق. زيني. اللي فوق شو اللي فوق؟ ذهب لخري. كم ليرة فيه هون في راسي؟ 5 ليرات فيها. 5 ليرات؟ قديش صار لهن عندك ال5 ليرات هدول؟ يوم اللي تجوزت، لا تجوزت وانا عمر 16 سنة. ويعني عمر 80 سنة. يعني هذول سياق؟ المهر. هذا بيجيبوهن لعائلتها الواحد بيجيبوهن. جابوا لك صندوق ولا خزانة؟ لا صندوق، بقى صناديق، لا خزانات بقى فيه. نحط فيه كل. كيف خطبك؟ خطبوني. كيف؟ أجوا خطبوني ولي أخوي ابن أبوي بقى طيب وجوزني. أجوا أخذوك على جمل؟ عالجمل أخذوني. عالجمل؟ مت خوف؟ خوف ما خوف. جينا جاسرين عالجمل. يوم جهنا على باب الدار وروحنا طخ من فوق راسي 3 طلاق. هبط حيلك. يقولوا لي قاركتي قاركتي. قرقتي في اللي في الحبل. ما هجش الجمل؟ لا هي ورا قيديت الجمل. هي واحدة بتقود بالعروس. واحدة الا واحدة تقود. تلبس شارج الزلمة عليها. تتجمل على شارج الزلمة وبتقود الجمل العروس. في قبل كان في اشي اسمه هدم الخال. بقى في. وشات الشباب. احكي لنا عنهم هذول. بقوا يجيبوا للعم ويجيبوا للخال. عزمانكم بكوا يجيبوا لكل العيلة. لا بكوا يجيبوا للعم ولا لا يقطعوا له شكف ووزعوا على الولاية. فرق. يجيبوا للعم ويجيبوا للخال. انا والله بلصوا عمي. بلص اعطوه مصاري. مشان يوافق. وجابوا لاخوي ابن ابوي قنباز. راح لبسوا للعريس صبحية العرس. نقول. وقعد على النصفة خلعوها ذاك اللي عليه اللي من ضربوه واخوي لبس وياه وزيام قاعدين. ولبس. ما هو بكى العريس يستقرض مصائب شو اسمه الاواعي من الناس. العريس كان هذيك الايام يلبس عربي. يلبس حطه ويلبس حطه وجبر وصورتيجي وجبر. بقى يلبسه. اما بقوا نقطوه من الناس يحط المنديل قدام الزلمه واللي بده نقط يحط فوق المنديل. بطلوا اليوم النقط. راحت هذه. راحت الموضه هذيك. كان للاشي طعم في رمضان زمان. بقى كويس. لما تجوزتي انت بعدها صار رمضان. صار رمضان. صار رمضان. شو الاكل اللي كنتوا تعملوه هذيك الايام؟ والله اكوس من اللوم. لانها مرقت عدس اسهم من اللوم. من اليوم. لا لحم ولا اشي معها؟ لا جيبوا لحم. فيش لحم. ام وجاج فيش بقى. دجاج بلدي. دجاج بلدي بقى. ام وجاج هذا لا فيش. كنت تركدي دجاج بلدي؟ بقينا نركد. بقينا نركد بالربيع. نبيعي شي من اكلي شي. بقوا يبيعوا الناس من الفقر. هسا انت طحتي على عيلي؟ طحت. هو هذا سلكي. طحت على عيلي. وقعدنا عندي والله. قمت فيهم كلهم؟ كلهم والله. قعدت انا وجوزي عندي وفي العيله 7 سنين. انت تخبزي للجميع؟ اخبز انا وحماتي. تطبخ. انا وحماتي في بنت لحماي هي انا وياها لسه غيرنا ما فيش. نحلب ونروح معهم على الحصيد ونشتغل في الدار. هذه. وفي رمضان كمان كان يصير هيك؟ في رمضان مع بعضنا عيلة. طيب قبل ما كانش في سماعات في الجوامع ولا ايش. لا كيف بكيت وتفطروا زمان ولا في مزنين واحد زيك يطلع والله بقى ابو ذان يوزن وسط الدار هذاك ابو ذان اسمه اللي يوزن يظل يتكنت تمنو الحين واحنا في البريد بقوا يتكنتوا على مدفع غزه يسمعوا مدفع غزه نسمعوا من البرد من البرد البرد بعيد ما هي. من السنجال وصلتوا للمدفع ساير يفطرنا.
قريب يعني. والسحور؟ السحور هيك يقوم لو نص ليل بين بقى ناس يطقطق على التنكة. أيوة. وحوم ناس يطقطق على التنكة في الليل يعني. المسحر. المسحر. كانوا يعرفوا حتى الاختريه كانوا يعرفوا على النجم. النجم. نعرف يعني أول كل جايب بعضهم هذا العيل جايب العيل الثاني والعيل الثاني جايب الثاني وهكذا فالكل بعدين في حاجة كانت كويسة إنه مثلا حجات هذول طول عمارهم يروح يخبز في الطابور الآن الحج أم ياسر راح تخبز ها تنادي عجارة عم محمد تنادي محمد على فلان كل هالطبون بعده حامي تعال فتلقاه ايش يقوم من بعضهم عيال الحرمه مجهز السحور تقيم جوزها واولادها ويسحروا كان الله مستر عليهم ومن هكذا حال الدنيا بغت. وكان في اشي اسمه استعاره في رمضان وفي اشي اسمه كرضه يستقرضوا الناس من بعض يعني روح جيب الناس صاع شعير اكلتوا الشعير انتوا يا محمد اكلنا شعير والله شعير وكنا وكان السنونيه مطلق مطلق احكي لنا عنها هذه مطلق قبل يطلعوها لرعيين الوطي اذرا مطلق هذه اذرا كانت يعني معتقه وحمرا قديمه الحمرا مش البيضة لا هذيك كويس هذيك السنونيه كويس هذه حمرا حمرا يسموها مطلق يقول اذرا مطلق لحقته يزل الناس من العادة يطحنوه كنتوا تخلطوه بشعير مشان يمسك بشعير نطحن الشعير ونطحن الذرة ونوكل والله اكوس من اللوم وصحة والله صح الناس كانت هذا شو اسمها عندكم رحى ولا طحون هذه مجرش مجرشي نطحن عليها شو كنت تشتغلي عليها ام محمد هاد ندرش عليها قامة ندرش عليها عدس ندرش عليها شعير يوم يقبل قامة ندرش الشعير عليه فريتي فريتي يسوي الشعير بيبي فوالي الحصيد زي الفريتي يطحنوا عليها والناس البرغل بيبي لا الشعير شعير يطحن يصير مثل العجين مثل الطحين الآن ناعم هم يروحوا يطبخوه يصير تقريبا مثل الشوربة يا محلاي أو أثقل شوي يشربوا الناس ويأكلوا ما بس في شيء الشعير لما بتجرشوه كان يتنخل أكثر من ثلاث أربع كل قشره يطلع أكثر من ثلاث أربع مرات مش مثل الكمح لا ونعود نعيده ذلك نعود نعيده يطلع فيه سفير يطلع فيه سفير كبير يوم النسخ بالموخل يطلع السفير قبل كان يصير في احداث الناس توقع في بير بقعوا في بير زي فذيك السنه مرت القزة قطعت الملي في بيارة البريد الناس لا تدل والحين البيارة من هان إلها راتقة هزي تدير الدلو في الراتقة من هان سحبته ما سحبته اللي تتلف عوده ماتت غركت بعيد البيارة هذيك طويلة 15 متر والمية قديش الارتفاع لا ارتفاع المية مش اقل من 4 متر 5 متر و10 متر و10 متر هذا فاضي فجأة الناس 15 متر ولا وما لحقوها لا بقى السباحين يطيحوا بس وجدوها متوفي وقتي مات بس بير خرسة أرحم رحمة من رب العالمين بير خرسة وقع فيه أكثر من إنسان أو إنساني والحمد لله يعني يا ينكسروا يا يطلعوا سالمين يعني كأنه قصير لا فيه 5-6 متر بس الحمد لله رب العالمين كأنه يعني ربنا هيك برحم الناس فاللي يقع يطلع سالم وما في مي كثير هو كان يعني ارتفاع المي أقصى إشي يوصل 70 سنتي لأنه هو نبع وكل القرية تشرب منه غنمهم ودجاجهم وبقرهم أعزكم الله وأوادمهم كلهم يشربوا منه فباستمرار ملحقين على المي لأنه نبعي فكان اللي يقعها ما ينكسر كثير كان يورد رعيان على كل على العد كل الغنم اللي في موجودة في قرية خرسة كان أكثر من 1000 راس غنم نعم وأكثر ولا أكثر كنتوا تطلعوا مع الغنم والبقر؟ نطلع طب وفي رمضان؟
رمضان يصير الصبح بده يصير البراد 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 يطلعوا يشتغلوا على البراد وبعدين يروح يعني يشتغلوا الاكل اللي بده اياه. كم نكلة مية كنت تروحي باليوم؟ بقينا على الدواب يعني مش على الجرار على الراس. القريب نحمل عراس يوم نقبل بيه القريب على الراس او القلبي انه الحرمة الله بقينا القريب الحرمة تربط ايوه عصبة وتحط على راسها وتحمل على الراس نحمل القربي اظن هذا حال الناس. طب شو تكفي القربي؟ نحن العبد الله قلنا نحن ناقلوا ناقلتين وثلاث يعني الناس كان احتياجاتهم للماء. كل حرمه لها ثلاث اربع اجرار سطر تعبيه تملي تتعبيه انت تشبين من بوق لثاني يوم تسقي دجاجها تسقي غنمها جديان هراه بس بقى يصير مشاكل على العين. بيتمشكلوا على الدلاء يوم يتخربط يوم يتخربط الدلاء وبرضه الرعيان الرعيان زاد يتجامد عليه احنا رعيان خربتنا معروفين كل حمولي لها طاوله على شكه مي طاوله للغنم دهنوا هنا على باب البير الدير في الوسط الطوال ومن حجار احنا المشارق لنا طاوله عمايري لهم طاوله ولاد حمدان لهم طاوله كل واحد بيعرف طاولته قبل يسطن الغنم بيجي الرعيان بيشتغل كل واحد بملي طاولته ويدير الغنم يشتغل بيشرب من الغنم بيسرد لا بتمشكل ولا حاجه كل واحد عارف اللي له. في اشي اسمه المرياع المرياع دلول الغنم هذا الغنم او الطباش هذا الراعي لا كبش الكبش كبش يربطوه مع البهيم ماشي ورا يكون في ناقوس ناقوس في رقبته معلق مشان الطباش او الجرس الكبير مشان المرياع مشان الغنم تلحق وتتبعه ما تبعد عن الراعي واذا ابعدت انه الراعي نفسه بيروح يجيبها. وبعدين قبل كانوا يحطوا في الغنم جراس عشان الحياية دبايب او الثياب او مثل هيك بعيد منك كلاب يتحاوط من الصيري خوف الزياب يدير على الغنم. لا هو قصد ابو فادي انه يعني لما الغنم تروح ترعى كل معلق فيها الاجراس خوف الحياة يقص خوف الثياب نواقيس الان لما الغنم يكون قاعد مثلا في المرعى ويجي الذيب هسه لما يشرب دين يتنبه الراعي اذا كان موجود صحيح في الجيب. طبخات رمضان نحكي عن طبخات رمضان من ياسر زمان طبخات رمضان كنا نطبخ بدنا نقطط كنا نطبخ مفتول مشان المشاهدين ما يفهموهاش غلط دينين قطاط يعني مش تقصوا دينين قطاط شوش برق خلينا نخليها شوش برق قول مفتول نطبخ برغل نطبخ عدس جريشي نطبخ جريشي نطبخ محشي كل هذا كنا نطبخه كان الزلم من المغرب ما تقوم حضريته ثلاث رغفه وصحن طبيخ. قديش الرغيف بيجي؟ بيجي هاد زي الرغيف. وياكلهم؟ لا مش ياكلهم. ما هو اكل الرجال على قد افعالها. هو يخرجهم في الجامع. خروج. خروج خروج. يخرجوا ويفطر رجلهم كلهم مع بعضهم. هذا في الجامع. ينبسطوا. الحين نظل على هالرشي تما احصل لك. عشان نفهم الناس. منطقتكم بيحكوا الجامع. في الشمال وفي الوسط الجامع اللي هو المسجد بس عندكم الجامع هو مجمع الرجال مقعد الرجال تفضلي مجمع مقعد الرجال وعندنا جامع صلاة عجالين هالحين بنظل على هالرشتي يجي ليلة العيد ليلة العيد كنا احنا الحريم نلم بعضنا كلنا نفتلش عريقي لعيلي استنى نسوي كل واحد لها نص كيس شعري من القمح من القمح الحين قمح الحين الصبح الزلام يروحوا يصلوا للعيد واحنا نسري نطبخ شعري يوم يروحوا كل واحد يحمل لكن هزيه يروحوا على الجامع يفطروا يوم العيد وغدا العيد مخلف على واحد طبق خلف على واحد هذا عارف عليه غدا العيد يقدر يحضر طيب خلينا في رمضان ذبايح خلينا في رمضان الله يهدي البال الله كريم الحلويات اللي كنتوا تجيبوها في رمضان
الحال كان فيش يصنعوا من الايدين، يصنعوا بالايد. فيش فيش بقى. بقى كانوا يعملوا مطبق. يعني مثل هذا ملتوت ملتوت مجالي زلاب مطبق زلاب. هذه الحاجات بدل اليوم اليوم بيجيبوا كنافي. لا احنا خلينا قبل ابو راشد. ايوه اليوم كنافي، اليوم اصابع زينب، لا غير ذاك الحلويات. بس قديم لا، كان في مطبق ملتوت مقلى زلابي. هذه الحاجات افضل من اكل اليوم. قبل كانت المراه اذا بدها ترضي ابنها تدهن له زيت فرصوبي. بسكر مش بملح. لا سكر. وكانوا يفطروا على إلبة. حليب إلبة. إلبة. اللبن. في مناطق كانوا يحطوا مع إلبة ملح مش سكر. في ناس بيحطوا ملح مع إلبة. في ناس بيحب إلبة ملح وفي ناس بيحبها بسكر. على الطلب اللي بده. نعم. بعدين إيش غدا العيد يسوي بالمثل يقبل حضره اللي مخلف عليه. يقبل مخلفينه قبل العيد. يذبح تكتب بعد باي على سفر محلي. طبعا. ويتغدوا، بعد ما يتغدوا يفروا على قرايبهم يسلموا. في رمضان ام محمد يسلموا كل. احنا خلينا في رمضان قبل ما يخلص رمضان. كان في عزايم والاقربون اولى بالمعروف. الواحد يعزم اول شيء بناته. زمان بقاش ما بقى عزايم؟ بقى زمان بقاش زي اليوم فشي. طب ولا كيف يعزم الولاية؟ ما بقى نروح الحي ولا لا قبل قبل العيد قبل في رمضان فيش تواصل مع الولي لا يروح يزوروها ويحملوا لها شيء طبخة على الأقل يحملوا لها ياخذوا لها زي الموجود بلدي نعم بيض ياخذوا لها فول اي شيء من المنتوج نعم لبن زبدي من هذا الموجود فيش زي اليوم فيش سواء المقلة عيد الولاية بقوا يمطبق يا مقلة أما الليلة تظل تقلي في مقلة للصبح والصبح الصف يطلبوا إلى كل واحد من قرباته 10 ردات مقلة أيوة. وبعد الغداء وبعد ما يفضلش يحمل بعد منك عباهين تو يفر عليهم بالواحد أيوة. يسلم عليهم ويعيد يعيدهم مقلة عيدهم مقلة طيب أم محمد شو المقلة اللي زمان كنتوا تعملوه عجين وبصل شوي بس بصير. نسمع من ام محمد بصل عجين وبصل نقرض البصل ونسلقه ويوم نعجن نهيله عليه ونخلطه هيك واصفر لا وفي كمان البيض بيض 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 كنن النسوان ام ياسر يركدن جاج وبرين الديوك يخلوهن لرمضان مشان يتبرن صح الديوت مهن بتبرن عن الفراريج صحيح تذبح لك ديشين ثلاثة عقد عيلتك تستفيد الفريج بيسوين سلاح مزين لا بس بقى الناس وساع ويسرح من الدجاج اليوم الدنيا دياق والله ما واحد عارف يقنى دجاج بشكو الجيران اليوم بس قبل بقى وساع عنده قطيع العام اليوم الناس شطرت زي زمان. أنا يا بخرفك في أخرف فيه إلي ولدين وبنتين هالحين خلفهم 130 نفر الله يخليهم زمان بقينا 4 نفر العالم تثرت اليوم نعم ما فيش أبو رائد أنت ما حكيتش كثير بدنا نحكي عن الشكوى والسعن السعن هذا السعن عبارة عن جلد جدي هذا يأخذه بعد ما يذبحوا الجدي ويسلخوه يأخذنه الحجات ويدبغنه وبعدين يربطنه ويزبطنه هذا بس السعين للمية تعبية المية بس للمية السعين للمية هذا المعروف يأخذوا الحراثين يأخذوا معهم راعي الغنم يأخذ سعين مية معه للمسافر المسافر كمان يأخذ سعين مية اما بالنسبه للخض والحليب والحاجات هذه لا في عندنا السقى او الششوي بيقولوا الششوي الششوي مش احنا بالعاده بنقول عنها الششوي جلد بس اكبر من جلد الجدي جلد نعجي جلد كبش يعني يكون اكبر هذا
بحطوا فيه اللي هو اللبن، اللبن وبخذوه وبطلعوا منه اللبن على جهة والزبدة على جهة. هذا بالنسبة للششو. يطلعوا الشنينة. بالضبط يطلعوا الشنينة ويطلعوا الزبدة. وهذا الشنينة كانت تتوزع في رمضان. والله توزع في كل دائما الحمد لله رب العالمين. الناس فيهم خير وفيهم يعني تعاطف تضامن تراحم. اللي عنده حاجي يوزع على جيران وعلى أقارب. تفضل يا أم محمد. بتقولي زمان أكوس. أكوس زمان مش زي الحين. والنسوان والله أكوس، لو قعدنا برا بقينا نتخرف مش زي اليوم. اليوم قاعدين على التلفزيونات منطلعش. مش زي زمان. قبل كان في إشي اسمه حرامية وقطعين طرق من الجوع. خضل يقولوا. وبعدين كانوا يقولوا فلان بيجيبها من مناكير الطيور. بقى. يعني يفتروا في الحرامي وبيجيبها من مرقدها. إلي عم وإلي أبو. أبوي عمره ما مشى في طريق الحرام. عمي كان يقسط الميتين. الله يعني ما يوفرهم. يحلف على أمي إذا بأخذ من عنا طنجرة أو لكن أو إشي احسب حاسك مطلقة. أبوي يظل في الجامع، اللي في الجامع يصدروا على السرقة. والواحد يمشي على بلاد اللي في اللي في المقعد. بده يمشي يمشي. راح تبوي يظل في الجامع يسوي قهوة إلا هم جايين. تنقالوا خليك محوى عبر الجامع زي الكلب، خليك ما هو الكلب بيقبل بلف ذنب وبرقد. عبر الجامع قال لهم خليني زي الكلب، أنا الحرام بدي شيء، أنا بعجن تراب وبوكل ولا بوكل رزق حرام. هذا عمي راح يسرق هو خال إلي من القدس. بقى يقولوا له شلف. راح يسرق من القدس، سرقوا أول دكان وجابوه على الخليل ورجعوا ثاني مرة. ثاني مرة لقوه الشلف في الطريق، شرد في زيتوني، لحظوا طرقوا له جيتوا عبزوا روحوا شلو حملوا جابوا ميت مات. عقب بنتين ومرته حامل. جابت مرته ولد. الولد صار زلمي، بعد ما صار زلمي قال له ربه تعال اتجوز وخلف ولد. راح ابنه برضو قلبت في سيارة راحت عيلته مش قالي بيلي ما ضلش من عيلته ولا واحد إلا أختي له أخذها أخوه. بس سيدنا. قال أبوي أنا اللي ماليش إلا هالولد وأخذ بنات الناس وخلي بنت أخوي، لا بدي أخذها لأني بحبش ممشاه. أخذها، الله طرح فيها البركة. نعم الله طرح. رمضان يا أم محمد كان باب للمصالحة. والله بقت وقت اليوم يقبحوا روب يصالحوا. يوم يجي العيد يروحوا يصالحوا، يقولوا بنروح على الولي الفلاني يصالح. يحمل هالمطبقات ولا هالزلابيات يوقفوا وشوا على يسلموا عليهم. ولما كانوا يروحوا على الحج تحزن الناس. كانوا يروحوا على الجمال. وفي منهم ما يرجعوش. أسفرهم ما يرجعوا. السفر يموتوا في الطريق. يموتوا من العطش في الطريق. من العطش. وفي منهم بقاس في أطرق، بقاس في قراية، بقاس اليوم الطريق بالبر. اليوم تمشي وجدي أبو أبوي راحوا زمان 3 أشهر قاعدوا هم يحجوا. كل الدنيا بتدري 3 أشهر تروحوا عقب 3 أشهر جاي. 3 أشهر بقولين الحين في 10 أيام كانوا يرودون لهم. كانوا يرودون لهم إشي حزين. يحننوا. شو كانوا يحكوا يا أم ياسر؟ يحنن. يلا قولي لنا. يا طريق النبي صفي شجر بلو صفي شجر بلو يا طر... لا وارد وارد احفظ الحجاج من البرد. يا طريق النبي صفي شجر خوف احفظ الحجاج من الدوب. يا شوفير السيارة يا شوفير الحجاج طلب سكر طلب سعشي سكر
طوال الليل ومشان الحجاج بسهر يا شوفير الحجاج طلب كعك محشي طوال الليل هو يمشي مشان النبي يمشي طريق يا 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 فاطمة بنت يا سكر بحديد يا بواب النبي افتحي يا فاطمة تمن الحجاج يسر يا بواب يا بواب النبي سكر بحديد مستنو تيستح حج الحجيج يا بواب النبي السكر فضي افتحي يا فاطمة تيصل الغربية يا بواب النبي سكر المفاتيح افتحي يا فاطمة تيصل التراويح ونحن منها تحن. بس كان لما يروح حج البلد كلها تحزن وتزور تحزن ما يقولوا حزن ما يعودوش ويبكوا الناس صيحوا يسمعهم عنده سهروا ويتودعوا منه ويودعوا. شو الهدايا اللي كانوا يجيبوها الحجاج بعد رمضان؟ قلت ان شغيزه لا ركز شوي شوي ابو الزغنونات لهالبنات محارم زتابل خواتم قبيل هن زي خواتم الحين يجيبوه نروح نجري جاهلات يوم نجي الحج يعطونا خواتم. انت عاد ما تصدقي وفي حج وعليه احنا صغار نروح نجيب اولاد صغار بسنا زي اليوم كثيرين اليوم بقوش زمان يجيبوا كثير اليوم اللي بيجيبوا زمان بقى المشوار بعيد بس قبل اللي كانوا يجيبوه احسن من اللي يجيبوه لانه مفقود فش منه لا فش منه الحين زي زمان صحيح. طيب خلينا نقول انه احسن ايام اليوم ولا ايام زمان عندك؟ ايام زمان عندك ايام زمان خير من اليوم. كيف خير من اليوم؟ من اي ناحيه؟ يعني بقى كل شيء زمان نسوي في بركة عن اليوم. نسوي الغرض الطبيخ لو حاكم قليل والله يشفينا ويفضل منه. الحين الطنجرة أنا لحالي بمل الطنجرة بسم الله الرحمن الرحيم. تدري ليش؟ زمان بركة بقى تدري بركة. قولي ليش أحسن؟ الناس زمان بقوا يردوا بعضهم يتمثلوا بعضهم. اليوم فيش تمثل بنقول لك انا جامعنا فيه 200 زلمي من دون اكثر جامع يقول عليهم زلمي. نعم هالحين الزلمي مش جاي يلعبنا. اليوم زمان ما حدا بيمون على حدا اليوم أبداً. زمان بقى المرة ما تستدريش تطلع من العتب وبرع جلدي الا بامر جوزها. اليوم المرة بتحط جوزها بطلع من هنا بتحط الشنطة في كتفها بتروح مدينة الخليل تستناش تيروح. نعم هذا راح ما فيش منه. زمان بقوا الناس يتمثلوا بعضهم. طلع جوزي وعمل الزلمي هاب يصلوا العصر في الجامع خطبوا 4 عرايس لـ4 عرسان وهم قاعدين بيلعبوا النقدي. بعد ما صلوا لروح الزلمي شاور مرته ولا شاور بنته ولا شاور الزلمي ابنه ولا شاور. طب بيعيشوا بسعادة هذول اللي زوجوهم؟ كل عمرهم بقوا يعيشوا بسعادة. الحين التعاسي حدا بقى يستجري يقول ردي ولا مليح؟ لا ما حدا بقى. الحين يروح علينا اللي خروجهم فروجهم شو فيهن برتقان وتمر بقى زمان وحلقوه تمر من العراق. بقول له يلبس. انا واقفة باب الدار بقول والله يجعلنه يا رب خير بشوف فروتكو عامرة لما قلوا والله هذا مطلعنا مطلع خير يا رب. إن خطبنا 4 عرايس لـ4 عرسان. اللهم صل على النبي. طبعا فتحت هذا كنا وانبسطنا. اليوم ابني بدي يخطب بنتك مش بتعطيني وبعطيك بتقول تعي يا بنت انت وهالواد وقعدوا في هالغرفه وتستروا عليه اتفقتوا مبروكين ما اتفقتوش كل واحد روعه. ايوه كان زمان ما فيش. رغم العيش اللي احنا عايشينه العيش الرغيد مثلا من نواحي اكل من نواحي كذا لكن انو احسن ايام اليوم ولا ايام زمان ابو رائد ختامها مسك عندك؟ والله يا حبيبنا ايام زمان كان في ألفة في محبة في تعاون في ود بين الناس. صحيح كان عددهم قليل لكن الناس يعني متراحمين. اليوم هذا ابني بجوز يكون تحت من ساكن
وما يطلع علي. احتمال يكون في زعل بيني وبينه، أو مثلا زعلان من أخو ثاني له، والله ما يسأل لا عن أبوه ولا يسأل عن أمه. واللي الله سبحانه وتعالى هدي، لا والله بيحمل أمه وأبوه على راسه. يعني برأيك مين أحسن أيام اليوم؟ أيام لا والله شوف، كل وقت إله وقته. أيام زمان والله كان فيها خير وبركة، واليوم الحمد لله الناس طيبة كويس، يعني مش رضية، بس المحبة والألفة اللي كانت قديم مش موجودة، مش موجودة، مش موجودة. نعم. هذا الفرق بس. بارك الله فيكم وشكرا لكم. تسلموا ويعطيكم الصحة والعافية، وبنقول بنتنهد وبنقول ساق الله على أيام أيام زمان. بقى في احترام. صحيح. بارك الله فيكم. إذا مشاهدينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى نهاية مشوارنا معكم لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذنه تعالى. أجمل الأماني، ودائما إلى اللقاء.